مساء الفل والسعادة على جميع مشاهدينا في كل مكان في مصر. بدأنا في العد التنازلي ل 2021، فربنا يكتب لنا فيها كل الحب والخير والسعادة. بما أننا بدأنا في سنة جديدة، فحبينا نبدأ معاكم في فقرة كمان جديدة. فقرتنا النهاردة هتكون، يا رب تكون يعني، فقرة بسيطة وخفيفة على قلوب الكل. فقرتنا النهاردة هتتكلم عن العراف وجميع توقعاته لسنة 2021 للأبراج وللدول وللشخصيات كمان. بالنسبة للحلقة النهاردة هتكون حلقة مميزة جدا، وانا واثقة انها تعجب ناس كتير جدا. اما قبل ما نتكلم في موضوع الحلقة، فحابة اني اقدم تنويه بسيط جدا. برنامج حكايات اون اير برنامج محايد 100%. احنا هنا بنقدم الرأي والرأي الاخر، احنا معاكم دايما عشان نقدم لكم كل ما يشغل الرأي العام. وبما اننا في بداية السنة الجديدة 2021، حبينا نيجي بحلقة تخفف على قلوبنا وعلى علينا كلنا كل اللي فات من الفترة اللي فاتت، السنة اللي خلاص بتودعنا. جينا بضيف هيساعدنا ان احنا نضحك ونرسم البسمة لو بموقف فكاهي او حاجة احنا بنهتم بيها في حياتنا تخفف عننا كل اللي فات. ضيفنا النهاردة هو الاستاذ محمد صبحي العراف، ملك التوقعات، هاشتاج تويتر اللي مكسر الدنيا. اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بيكم واهلا بالسادة المشاهدين، ويا رب سنة 2021 تكون سنة سعيدة على الجميع. يا رب. اللهم أمين. احنا حقيقي مبسوطين بوجودك معانا النهاردة، وعايزة ابدأ معاك في البداية. احنا النهاردة جايبين عراف هيكلمنا عن توقعاته للدول وللأبراج وللشخصيات. قبل ما ابدأ كل الأسئلة اللي تقريبا كل المجتمعين دلوقتي اللي بيشوفونا واللي بيتابعونا عايزين يسألوها، عايز اعرف منك الأول ايه معنى كلمة عراف؟ مع العلم ان العراف استاذ محمد صبحي هو ترند السعودية 3 مرات على التوالي بنسبة 80% من كل التوقعات اللي حضرتك توقعتها كانت حقيقة. كلمني اكتر عن انجازاتك وعن الحاجات اللي توقعتها وكانت صحيحة. اولا في بدايه سنه 2020 كان في فيديو انا نزلته على قناه على اليوتيوب بالنسبه لتوقعاتي لسنه 2020، وكان اهم التوقعات اللي انا توقعتها انفلات القيم والاخلاق وجرائم التحرش والاغتصاب في سنه 2020، بالاضافه للتوقعات السياسيه للدول كان أهمها اختفاء سوريا من على الساحة الإعلامية، لأن كان كل سنة الفلكيين بيتوقعوا أن بشار الأسد يحصل له اغتيال أو أنه هو يحصل تغيير في سوريا. أنا توقعت في سنة 2020 أن أخبار سوريا هتخف اهتمام العالم بيها لأمر آخر، وده اللي تم. وكنت متوقع أن شهر رمضان في سنة 2020 هيحل بالحزن على المسلمين لأمر جلل، وده اللي حصل في ظل جائحة كورونا واللي نتج عنه إغلاق دور العبادة. وكان من ضمن التوقعات لسنة 2020 إنشاء تحالف ما بين الدول العربية برعاية أمريكية وإنشاؤه في أشبه بكيان، وده اللي بدأ يحصل في العلاقات اللي بدأت إنها تتقوى. كل ده موجود عندك في تغريداتك على تويتر بتاريخاتها اللي موجودة فعلا بإثبات يعني، ونزلت على أكتر من موقع في جريدة مصرية بالتوقعات. طيب. العراف بلينك اليوتيوب. بدون مقاطعة الكلام حضرتك أستاذ محمد، بس برضو إحنا كده وأكيد مشاهدينا كمان تهنا برضو، يعني مين العراف؟ إيه هو العراف؟ إزاي ظهر العراف؟ إزاي العراف كسر تويتر كده وبقى في هاشتاج العراف ملك التوقعات؟ العراف الكاميرا ريتش الفظيع الأول ما ينزل تويتر للعراف، إيه العراف؟ العراف إزاي ظهر؟ ظهرت منين؟ بدأت إزاي؟ في البداية خالص كنت بتوقع على الفيسبوك بالنسبة للأشخاص والأبراج، وكانت التوقعات دايما بتصيب، ولكن لقيت ان الفيس بيبقى فيه متاح ان يحصل تعديل على البوست اللي انت منزله او سرقة اكتر فيك شوية اكتر حاجة. وزائد ان اي حد بينسب لنفسه اي حاجة على الفيس، تمام. فنزلت الفيديو بتاع التوقعات بدأت على 2020، ولما حصل منها أكتر من توقع. احنا دلوقتي معانا على الهوا كمان بنشوف كل التوقعات اللي توقعها أستاذ محمد. كمل كلامك. ده أهم لما حصل إن التوقعات بتاعت 2020 ولقيت إن التوقعات بتاعتي كتبت زي ما قلت حضرتك، كتبت عنها الجارديان المصرية وموقع الغد عن محمد صبحي العالم الفلكي. بعلم حضرتك ولا؟ لا بعلمي. لا ده بعلمي. ف
فبدأت إن أنا أشوف أكتر حاجة تويتر هو أكثر انتشاراً، والخصوصية في التغريدات على تويتر أفضل من الفيسبوك، فعشان كده بدأت على التويتر والحمد لله وصلت 12,000 متابع، أغلب متابعين 70% منهم من المملكة العربية السعودية اللي أنا بحييهم، لأن هم سبب في اسم وشهرة العراف، وإن هم سبب في إن أنا أوصل ترند في المملكة العربية السعودية 3 مرات بهاشتاج العراف ملك التوقعات. كل تحياتنا لجميع الدول العربية كلها بقى عموما، سعودية، مصر، جميع الدول العربية، كل تحياتنا واحترامنا وتقديرنا ليهم. ده البداية اللي خلى العراف يبدأ إن هو ينتشر في أكتر من توقع، كان العراف اتوقعه على تويتر وكلها بنسبة كبيرة جدا حصلت، كانت صحيحة. من ضمنها فشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومة اللبنانية وسعد الحريري هو اللي هيشكل الحكومة، وده اللي حصل. تطبيع المغرب والسودان مع إسرائيل وده حصل. آسيا تهتز بغضب الطبيعة، بعد كده نتج عنها بعد كده نتج الحرائق اللي حصلت في سوريا ولبنان وإسرائيل. بدأنا عصر الزلازل، بعد كده بدأت الزلازل اللي حصلت في أكتر من دولة، مش الزلازل هزات كالمعتاد، ولكن الزلازل اللي كانت سببت خسائر، كان من ضمنهم أول زلزال كان زلزال تركيا، فيه أكتر من هزة خلال اليومين اللي فاتوا برضو من الزلازل. كل ده حصل في فترة 2020. بالنسبة بقى لبداية 2021، عايزة أسألك في البداية كده عن توقعاتك، بما أننا طبعا في أم الدنيا في مصر، فعايزة أبدأ بمصر. عايزة توقعاتك اللي هتحصل في 2021 لدولة مصر. تمام، قبل ما أقول التوقعات بتاعتي لمصر، فأنا دايما بحقق في التوقعات بتاعتي لكل سنة، بحاول إن يكون في توقعات للسمة الشخصية بتاعت الأشخاص اللي هيغلب عليها. تمام، احنا في سنة 2021 هيحصل حالة من حالات، في بعض الأشخاص هيخرجوا من الديانة بتاعتهم ويدخلوا ديانة أخرى، هيحصل مجاهرة بالإلحاد والكفر، هيكون في تباهي بالعنف والبلطجة والخروج عن القانون، وده هيكون ظاهرة في 2021. كل ده في مصر؟ لأ، أنا بتكلم السمة الشخصية في 2021، مش بتكلم على مصر، ده السمة الشخصية بتاعت العام، لكن احنا توقعاتنا بنتكلم عن لمصر. السمة الشخصية لمصر، لا يعني احنا مصر. توقعاتنا لمصر، احنا توقعاتنا لمصر، أولا مصر قدرت إنها تنجح في 2020 إن الاقتصاد بتاعنا لا يتأثر في جائحة كورونا. صح، ليه؟ لأن كل دول العالم في جائحة كورونا في سنة 2020 فرضت قيود صارمة وحجر كلي وجزئي أثر على اقتصادياتها، وبالرغم من كده ما قدرتش إنها تسيطر على الوباء. لأننا في مصر والقيادة السياسية قدرت إنها توازن ما بين حماية الأشخاص وكمان التقدم الاقتصادي. وده يجعلنا أول حاجة نعملها إن احنا نحيي فعلا كل القادة وكل الناس اللي قدرت تتحكم باللي بيحصل في البلد الفترة دي، ووصلنا لمرحلة إن احنا ما زلنا نمبر وان. ده حقيقي. فعلشان كده في 2021 مصر ما تأثرتش تأثير كبير في 2020، فده هينتج عنه ان 2021 توقعات مصر هتستمر في التقدم الاقتصادي، وده مش من كل فراغ. ده اولا بقياده الرئيس بتاعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. كل القياده الحكيمه كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، ده اكيد، لان القياده بتاعت الرئيس السيسي قياده حكيمه للدوله وقويه ما شاء الله عليه بجد، ربنا يثبته. بخصوص القيادة الحكيمة بتاعت الرئيس السيسي، مصر على مر العصور أي حاكم ضعيف بيكون عصر المحلال والغزاة بيطمعوا في مصر، فقوة رئيس الدولة في قوة مصر. أما أهم توقعاتي لمصر، إن شاء الله بإذن الله هنستمر في اكتشافات بترولية واكتشافات أثرية في 2021. أنا كنت توقعت في 2020 اكتشاف أثري مهم وبترولي، وده حصل في 2021. إن شاء الله بإذن الله هتستمر الاكتشافات البترولية والأثرية الضخمة. عندنا بدء جني ثمار المشاريع اللي خلال الفترة السنوات اللي فاتت كان السيد الرئيس السيسي مصمم على إن احنا نبني مصر بقيادة رشيدة خطوات ثابتة. احنا هنجني ثماره في 2021، زي ما قلت إن القيادة السياسية قدرت إنها في 2020 تخفف وطأة الأزمة الاقتصادية اللي مر بها العالم في ظل جائحة كورونا. في 2021 احنا هنجني ثمار حاجات كتيرة جدا،
عندنا برضو من أهم التوقعات حل لمشكلة تشغل المصريين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعندنا حل مشكلة بعض المشاكل الإقليمية بتدخل مصري، وعندنا برضو من أهم توقعات لمصر إن شاء الله في 2021 وفاة شخصيات بارزة في المجتمع المصري وصعود اسم محمد رمضان في مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، ودي أبرز توقعات المصر. بس إن شاء الله بإذن الله سنة 2021 هتكون سنة جميلة جدا على مصر. نتمنى حقيقي بجد، نتمنى الخير والسعادة كلها في 2021 حقيقي إن شاء الله. طيب ده بالنسبة لمصر، طيب ايه الوضع بالنسبه للدول العربيه؟ يعني وضع ايه، وضع توقعات ايه بالنسبه لباقي الدول العربيه؟ الوضع بالنسبه لباقي الدول العربيه، احنا عندنا تغيير في اكتر من وجهه في القيادات الحاكمه في الدول العربيه، وهتختلف اسباب التغير. تمام، عندنا تطبيع اكتر من دوله مع اسرائيل واقامه علاقات مع اسرائيل، عندنا تغيير في سوريا، وفي يعني اتوقع ان بشار الاسد هيختفي عن الحكم في 2021. لبنان عندها فتنه طائفيه وصعود رهيب للدولار ونزول المتظاهرين اللبنانيين للشارع مره اخرى واغتيال شخصيه بارزه في لبنان. عندنا في دوله خليجيه هتعاني من مظاهرات وبعض المشاكل، في بعض الحاجات الكبيرة جدا اللي هتحصل. عندنا المملكة العربية السعودية، اللي أنا يعني المملكة العربية السعودية عندها تغيير كبير جدا، هتنهض نهضة النهضة المعمارية والإنشاءات في زي الإمارات. السعودية هتكون عندها إنشاءات كبيرة جدا دي في المعمار، يعني في المعمار هتهتم بالإنشاءات. سمو ولي العهد محمد بن سلمان وضع خطة 2030، وإن شاء الله بإذن الله هتأتي بثمار كبيرة جدا. في أكتر من دولة زي ما قلت إنها هتطبع مع إسرائيل، من ضمنها دولة هتكون مفاجأة، وأتوقع إن هيبدأ يتحل الخلافات ما بين الدول العربية مع نشوب خلافات ما بين دولتين على الحدود، دولتين عربيتين. دي أبرز توقعاتي بالنسبة للدول العربية. طيب معايا بقى بالنسبة للدول الأوروبية، في توقعات برضو قوية كده بالنسبة للدول الأوروبية؟ أولا احنا عندنا في أمريكا الوضع حتى الآن غير مستقر، اللي يظن ان دونالد ترامب هيعترف بالهزيمة، دونالد ترامب هيفجر المفاجأة وهيقلب الطاولة في 2021، والرجل الهادئ خلف دونالد ترامب هيكون ليه كلمة مؤثرة جدا، وفي أتوقع عمل شغف في أمريكا. عندنا تغيير، شخص جديد يجلس على العرش في بريطانيا، أعمال إرهابية في بعض الدول الأوروبية، وحالة من حالات الاحتجاج في دول أوروبية كبيرة جدا، أوضاع اقتصادية وبعض الاحتجاجات على الظروف اللي موجودة في بعض الدول الأوروبية، وهيحصل أشبه بتحالف ما بين قوتين عظمتين، هيكون تحالف قوي. كل ده في الجزء الأول من 2021 ولا على مدار السنة؟ على مدار السنة، على مدار السنة. عندنا حاجات في 2021 بالنسبة للدول الأوروبية الوضع هيختلف بشكل كبير جدا، هي مش هتكون سنة مستقرة بالنسبة للوضع الأوروبي. ليه مش هيكون الوضع مستقر؟ الدول الأوروبية عندهم نظرية، هيكون عندهم نظرية المؤامرة وتخبط على الوضع الاقتصادي اللي هيكون متدهور، عندهم مشاكل اقتصادية، فهيحصل خروج مظاهرات وأعمال عنف وإلى آخره. دي أبرز التوقعات. طيب أنا كان بيلفت حاجة كمان بتلفت انتباهي، الأكاونت تويتر بيعرض صورة هي صراحة جذبتني جدا، صورة بتبين او العراف معروف عنه ان هو بيحبها، حاجة كده مفضلة ليه بيحطها دايما على كل بوست او كل تويتر بينزلها. ايه السر ورا حبك للصورة دي؟ فيها غموض او فيها هي سر؟ هي سر شرح لنا بيها يا ريت، يعني عشان الناس تعرف ليه العراف حب الصورة دي. الصورة دي اساسا يعني انا بعتبرها انها وش الخير. الصورة دي لما بحطها بتحصل تغيرات إيجابية، ساعات الواحد بيبقى متفائل بحاجات. هي الصورة أساسا بتدمج ما بين الحزن والتأمل والغموض.
هي فيها غموض، هي غموض ومحدش يعني بيفهمها، هي فيها غموض وفيها سر وراها سبب. هي اولا انت لو لاحظت الصوره خلفها في ترس بالظبط كده، تمام، اللي هو انت بتستهونش بالشخص اللي انت قدامك، تمام، او انت تقول يعني ده اللي هيحصل منه كده او ده اللي هيكون منه ده، ولكن في نفس الوقت اشغل بالك بنفسك. الناس لو شايفاك ان انت شخصيه ضعيفه او تافهه او ايه، يعني ده مش هيوصل منه حاجه اصلا، تمام، فانت بعملك بهدوءك اثبت نفسك. الناس كلها بتنتقد ولكن انت بعملك هتثبت نفسك. خلينا بقى نبدأ في السؤال اللي محير العالم كله. عايزة أسألك عن توقعاتك الشخصية عن وباء كورونا، تفتكر كده هينتهي السنة دي فعلا ولا مش هينتهي؟ ولو هينتهي تقريبا هينتهي في دولة ايه؟ بدايته هتبقى مع مين؟ اولا بالنسبة لوباء كورونا، هيبدأ الانحصار الفعلي لوباء كورونا في شهر مارس يا رب إن يا شاء رب، الله. انا اتمنى هيبقى الانحصار بتاع وباء كورونا بشكل كبير جدا، تمام، بس سنة 2021 هيظهر فيها أكثر من وباء، وهتختلف درجة القوة بتاعتهم. يعني هيتمادى الفيروس كورونا ولا هيظهر حاجة تانية لفيروس كورونا؟ يعني فتوقع أكيد فيروس كورونا هيبدأ أنه هو ينحصر ويبدأ السيطرة عليه. فيروسات قوية برضو بنفس قوة كورونا، هتختلف درجة قوتها بس مش هتسبب الانتشار في سنة 2021 زي وباء كورونا. يعني هتشكل إثارة وقت معين، ظهر أكتر من وباء كنت أنا توقعت. يعني هتصير الجدل في الأول، ظهور أول ظهور ليها ظهور بس، تمام، لكن شهر مارس هيكون بداية الانحصار بالنسبة لوباء كورونا. كويس جدا، أنا فعلا أتمنى حاجة زي دي جدا. هو احنا كلنا بنتمنى ان الوضع بالنسبه لفيروس كورونا او لحقيقه كورونا ده يستقر، لان البلد كلها والبيوت كلها في حاله من التوتر والرعب على الاهل والاطفال والبيوت، فيا ربنا يعدي الفتره دي على خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب عايزين بقى ننتقل لحاجه كده كل الجمهور بيستناها، وهي توقعات بالنسبه للابراج. كلمنا مبدئيا كده عن الابراج. تمام، بالنسبة للأبراج، أول حاجة الأبراج، كل الأبراج احنا عندنا 12 برج، كل برج ليه صفاته الخاصة بيه وليه صفات بتبقى منفردة، ولكن بتخش في الصفات الشخصية مع البرج الشمسي بالنسبة للشخص الطالع الميلادي اللي هو اتولد فيه. بمعنى إن مثلا شخص اتولد في طالع في برج القوس، ده البرج الميلادي بتاعه، هو اتولد في برج القوس، تمام، ولكن الطالع وقت ولادته كان برج العقرب، تمام، فأصبح ان هو بيمتزج ما بين شخصيتين، شخصية القوس وشخصية العقرب، فدي بتأثر. فعلشان كده مش كل الأبراج بيكون القراية صح ليها، لأنها بتختلف حسب الطالع والخواص اللي اتأثر بها الشخص. وانا عايزة اقول لك اصلا في البداية كده ان اكتر الناس واكتر الكلام اللي جالنا على الصفحات بتاعتنا برنامج حكايات اون اير هي اسألي لي العراف عن برج العذراء، اسألي لي العراف عن برج مش عارف ايه. فدلوقتي انت عايز تفهمني ان الابراج اصلا مش بتحسب بالشكل ده، مش بتحسب بالشكل ده. تاني حاجة الابراج، انا دلوقتي مثلا انا برج القوس، تمام، مثلا لو انا فتحت الحظ بتاع برج القوس مثلا النهارده، تمام، فتلاقي مثلا بيتختلف قراءه الفلكيين، تلاقي اكتر من خبير ابراج كاتب النهارده قرايته غير القرايه بتاعت الشخص التاني، تمام، بيختلفوا في القرايه ببساطه شديده جدا. هل كل برج القوس النهارده، لو انا قلت النهارده يوم سعيد على برج القوس، هل كل برج القوس النهارده مر عليهم يوم سعيد؟ بتختلف من شخص لشخص حسب المحيطين بيه. بمعنى شخص سريع الانفعال جدا، تمام، هقول له انت النهارده عندك يوم عصبي ومتوتر وهتسبب صدمات والى اخره، تمام، البرج النهارده متاثر والابراج كلها بالطريقه دي، اوكي، تمام. لكن المحيطين بالشخص ده في الوقت ده بيقدروا ان هم يمتصوا الصدمات، فهتكون النتيجه ايه؟ هتكون النتيجه ان مش هيسبب كوارث زي ما هم قايلين، تمام، لكن شخص تاني الوضع هيختلف حسب المحيطين بيه. فقصه ان انا اقول مثلا ان البرج هيحصل له النهارده كذا، فدي اشبه بان انا بحكمها على اشخاص. وارد جدا اقول النهارده برج العذراء بيمر بحاله سعيده،
هيتوافق مثلا 10% من برج القوس، برج العذراء 20% 50%، لكن باقي البرج العذراء ممكن يكون بيمر بلحظات سيئه. فقصه ان انا اقول النهارده هيمر على البرج ايه ده غلط. ليه؟ لانه بيتاثر بعوامل الابراج المحيطه بيه. يعني موضوع حظك اليوم ده طلع مش مظبوط. كل في ناس عندها بتقدس او بتهتم جدا، انا كل يوم الصبح لازم اشوف ده يا جماعه انا بتفائل بيه، ده هوس حرفيا اني اروح اشتري جرايد وعشان بس اشوف الجزء بتاع حظك اليوم. تمام. وفعلا ده سبب ان في اقبال جديد شديد جدا على الرسائل بين الحكايات وان اير. الابراج يا جماعه، انا برجي يا جماعه، عشان خاطري يا جماعه شوفوا الابراج. ف تمام. عايزه برضو اقول معلومه صغيره، ان احنا دلوقتي منزلين صفحات مع الفيسبوك عشان خاطر كل اللي حابب يتواصل معنا ويسالنا اي سؤال احنا بنرد على طول وفورا. اللي انا عايز اوضحه ايه بالنسبه للابراج، 12 برج، هنزل التوقعات بتاعت ال 12 برج. تمام. يوميا بتختلف من شخص لشخص، كل برج تمام بتختلف. احنا مثلا عندنا بعض الاشخاص بتكون عندهم اتنين مواليد برج واحد، تمام، اتنين توأم مواليد برج واحد، ولكن الصفات الشخصية ما بين الاتنين بتختلف. ليه؟ لان انا زي ما قلت ان ده طالع وده طالع، فالصفات هنا الصفات الشخصية بتتأثر. انا عشان للأسف وقت الفقرة بتاعنا تقريبا قرب يخلص، فعايزة اعرف منك تفاصيل اكتر عن الابراج. يعني عايزك تعرفني كده الابراج بشكل سريع، ايه التوقعات اللي ممكن تتوقعها للفترة دي؟ تمام. انا بشكل سريع وحسب حركة الكواكب، احنا هنقول احنا عندنا برج الجدي وبرج الدلو وبرج الحوت وبرج الحمل وبرج العذراء وبرج القوس وبرج العقرب. الابراج السبعة دول تمام عندهم مرحلة صعود مهني قوية جدا في 2021، عندهم مراحل صعود قوية مهني، هيتغير التفكير بتاعهم من عاطفي لمهني وهيحققوا نجاحات مهنية. باقي الأبراج هتحقق نجاحات عاطفية كبيرة جدا. أبشروا يا جماعة، أبشروا. إن شاء الله. خليكم متفائلين بقى في سنة 2021. إن شاء الله بإذن الله. فديت يعني علشان خاطر يبقى الملخص بالنسبة لحركة الكون، لكن زي ما قلت بتختلف من شخص حسب الطالع اللي هو اتولد فيه. انا بشكرك جدا. طب هي الابراج ليها تاثير على الحاله النفسيه والمزاجيه ولا؟ والله انا كان نفسي فعلا انا اكمل بقيه الكلام، ان فعلا الحلقه بتاعت حضرتك حقيقي ما تتشبعش منها، انا حقيقي مبسوطه بيك. كنا معاكم النهارده وبنتكلم عن التوقعات ل 2021 للابراج وللدول. في الاول وفي الاخر حابه اني ارجع تاني انوه عن نفس الجزء اللي قدمتكم بيه، وهو ان برنامجنا برنامج محايد 100%، وفي الاول وفي الاخر طبعا باعتذار لحضرتك هو كاذب المنجمون ولو صدقوا. استنونا في حلقات جديده وحكايات جديده من برنامجنا حكايات اون اير، استنونا دايما.